بك دكتورة مريم مشكورة المختصة في علاج أمراض الجهاز العصبي. صباح الخير. مرحبا. نور. صباح النور. إن صباح النور مستمعينا الكرام. كيف الحال؟ مرحبا بكم. خير اليوم نتوما في أمان الله. الحمد لله. طاقة إيجابية دائما خصوصا مع كفاءتكم ومع الاختصاصات ديالكم ودائما مع الاستجابة السريعة لبرنامج اللقاء المفتوح. دكتورة مريم مشكور. أهلا وسهلا. إذا هدى أكيد يعني عارفة الخيط الرابط طيلة الأسبوع وعارفة تسلسل المواضيع معكم دكتورة مريم شكور. ذكرينا هدى بالمواضيع اللي تناولتوها هذه الأسبوع. نعم جيهان. صباح الخير دكتورة مرة أخرى. صباح النور. صباح النور. صباح الأنوار. يوم سعيد. نعم سعيد لكم أيضا. شكرا جزيلا. نبغوا نذكر مستمعينا دكتورة أنه في الحلقة الأولى كانت حلقة اللي هدرنا فيها بشكل عام على الأمراض اللي كتصيب الجهاز العصبي والبارح كنا تكلمنا على الصداع النصفي اللي كيعرفوه الناس بالشقيقة. اليوم دكتورة غنتكلموا على مرض الصرع. وش ممكن تعرفي لنا بالمرض وشنو هما الأعراض ديال الإصابة بهذا المرض؟ مرحبا مرحبا. مرض الصرع هو مرض شائع أيضا كيهم 0.5% من البوبولاسيون جينيرال مجموعة البشر. مرفوق دائما بمجموعة من الأحكام المسبقة وهذا الشيء علاش التوعية في المجال عندها قيمة كبيرة بزاف حيت خصنا نفرقوا ما بين مرض عضوي وماشي مرض نفسي. إذا مرض الصرع هو مرض عضوي محب كيقيس القشرة الدماغية لا علاقة له بالأمراض النفسية وبلا بسيكياتري وعنده كذلك أحكام مسبقة على علاقة معتقدات شعبية الماس ديروا السوارت في الدي هادشي ماشي في حضارة ديالنا في حضارة عبر التاريخ منذ بداية الزمن دوك توعياتي عندها قيمة كبيرة. إذن ما كنسميو مرض الصرع هو الإنسان اللي كيتعرض لنوبات الصرع بشكل متكرر. أغلبية الحالات كتبدأ 50% الحالات كتبدأ قبل من السن ديال 10 سنين و 30% كتبدأ من 60 سنة. كاين بزاف الأنواع ديال النوبات ولكن لدرجة راه يضيق الوقت غنفصلو في أكثر من شيوعا. إذن كنبغي نبدأ بلو غرون مال اللي هي نوبة الصرع الكبرى اللي معروفة بزاف تخي سبيكتاكولير يعني مثيرة ولحضر لها الإنسان أول مرة كتيرو بزاف وكيتخلع بزاف. كاين كتدوز على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التشنج. إذا المريض كيكون جالس مع ليه ما به واحد 10 ولا 20 ثانية كيتشنج بشكل ذاته كلها كتقدر تكون مسبوقة بواحد الصرخة كيتشكرف اكزاكتومون كيقدر بعض المرات تكون مسبوقة بصرخة كيدير انكري ثم يسقط أرضا دونك كيطيح الأرض وكيتجرح. إذا سيتي شو تروماتيزون كيتجرح كيجيك إما بالدم إما بشي ضربة في راسه ولا بعض المرات السنان كيمشي ودكتورة أييه غادي نوصل لهم أييه اكزاكتومون هذه مرحلة التشنج أييه كيكون فقير الوعي كيتوقف على التنفس في هذه اللحظه كيوليو الجنيفات ديالو زريقين كيعض على لسانو باغلب الحالات المرات تلقاو غير الدم في الفم. المرحله اللي موراها 20 حتى ولا 30 ثانيه اللي موراها كيبدا كيتركل كنقولوا حنا كيتركل كتبقى 20 حتى 30 ثانيه ثم من بعد كيدخل في مرحله غيبوبه مع ارتخاء كبير للعضلات تبول لا ارادي تنفس بشكل مدوي كنقولوا المريض كيشخر كيشخر باتوغنومونيك مع خروج اللعاب على شكل كشكوشه من الفم ديالو. دكتورة تفضلي اكتي لينا في الأول أن الصرع مرض عضوي ماشي مرض نفسي. شنو هما أسباب ديال الإصابة بهذا المرض والعوامل اللي كتأدي ليه؟ داكور الوغ اغلب الحالات حالات ايديوباتيك من عند الله كمية السخونات الكهربائية زايدة في القشرة الدماغية. 90% ديال الحالات القشرة الدماغية زايد بها الضوء أكثر من القياس ولكن 10 حتى 15 حالة تتكون سوكوندير يعني نتيجة على شي مرض. هذا الشيء كان خصوصا إذا كان المريض عنده أكثر من 30 سنة ولا القشرة الدماغية مقياس صغير واحد الجزء منها الشيء اللي الشبكة ديال الدماغ هي اللي كتعاوننا فيه باش كنعرفوا فين بالضبط الأصل ديال داك الشحنة الكهربائية على مستوى شبكة الدماغ. كتقدر تكون نتيجة على سرطان الدماغ أو جلطة دماغية أو إن سيكاتريس ندبة بقات من بعد واحد الضربة قديمة بشي حادثة سير ولا شي ميكروب داز مجهد في الراس. كتقدر تكون كذلك نتيجة على تشوهات خلقية في الدماغ استهلاك مفرط للمخدرات هي كتحدث واحد النوع من ديبسبليزيون دي ندبات في القشره الدماغيه. بعد مرات غير سكر سكر الى طاح يقدر يؤدي للانكريز ديبيليتي مرض الصرع او الصوديوم طايح الدم. ولكن في هذه الحالة ما كنسميوش مرض الصرع كنهضروا على كريز ديبيليتي نوبه صرع اللي كنقادو داك السكر كترجع لبليصتها. وهاد المرضى من هذا النوع اللي مثلا غير سكر طايح او صوديوم ما كيحتاجوش ياخذوا الدواء حياتهم كلها او واحد المده طويله او موت. كاين النوع الثاني ديال الصرع اللي بغيت نهضر عليه كومين رابيدمون هو الصرع النوبه الصغرى. النوبه الصغرى هي السهو هي لابسونس اللي ما معروفاش بزاف كتميز عند الاطفال كتكون عند الاطفال من 5 سنين حتى
حتى ل 10 سنين كتميز بكثر الاتصال. كيكون الطفل في القسم جالس مع ليه ماري وحتى الغيبتور دو كونتاكت كيسهى ما كيبقاش كيسمع كيسهى اكزاكتومون دونك سهو. وكتقدر تمشي كتكون من 10 الحالات حتى ل 50 حتى 60 حاله في النهار لمده بعض الثواني كيكون كيكتب حتى كيوقف. كيبدا في الثالث يدير شي يمكن كاع يدير شي حركات بيدو يصدايا فيحلهم العوينه تيتشقلبوا شويه الفوق مي اون توكا ما تيطيحش ما تيطيحش زعما كومبليتوم باش يثير الانتباه. وهنا كيخص المعلمين والزملاء في القسم داك الشيء يردوا لنا البال حيت كيكون تراجع دراسي كبير. نعم وبيان سيغ هذا مرض كيعندو يفهموا الوضع يعني نفس الاعراض للصغار ولا الكبار يعني كاين تشابه في الاعراض ولكن اختلاف تشابه ولكن عند فوالا وهاد لابسونس كيكون فيها ما يقدرش يردها البال الانسان ما كانش فريمون مركز مع داك الطفل وبقى يعيط له مره مره. نعم. واش فريمون كيسمعني ولا ما كيسمعنيش. نعم. هذا سبب كبير في التراجع الدراسي في الاقسام. ملي كيردوا البال كيجيبوه هنا كنديروا له الشبكه عندها الاعراض ديالها هاد التهوى بحال الشبكه والضوء ديالها ما كيبقاش نهائيا الطفل كيدير هاد الشيء وبيان سور كيعاود كيولي كيقرا مزيان بحال اللي كان اكسيتيرا. كاين واحد النوع ثالث هو ديال ليكخيز هو الاخير اللي غنهضر عليه لان كاين بزاف الانواع هما القفزات. الانسان باش يفيق في الصباح خصوصا كتكون في الصباح مثلا تيهز شي طاسه باش يحك سنيناتو كيقفز كطيح له ميدو او كتهز الحليب باش يفطر كيطيح له ميدو. كيسمو سي ديجا مالادغوا تيقول لك اني مالادغوا ما تيهزش البال ديما تيوجعو. نعم هادو سي سون دي نيوكلوني نوع من انواع ليبيليبتي. ما تيندوزو داك هاد النوع ديال المرضى حتى النهار اللي كيدير لي باك غومال حتى النهار اللي كيطيح وكيبخبخ وكيخرج له البوله ويتهز على سنانو كما تافي دي توت الوغ عاد كيجي كيدوز وكيضيع واحد الفتره كبيره اللي هي كيكون كيتكرفس فيها. طيب فوالا. دكتوره كنسمعوا بان الناس اللي كيتعطاو الكحول والكافيين او القهوه كيكونوا اكثر عرضه لهذا المرض. الكحول وي الكحول نعم مي القهوه لا. حيت الا كانت القهوه غنتخلعوها دكتوره. لا القهوه لا ما عندهاش علاقه مع باغ كونطخ الكحول وي. وحنا ملي كنا كنخدمو في لي زوبيتو فرونسي انا برا حيت عندهم استهلاك ديال الكحول بشكل كبير راه ما يمكنش كل ليله بلاكارد كيجيو جوج ثلاثه باستهلاك مفرط الكحول كيدخل انا في اون كريز ديبيليبسي. ولكن كيما قلت لكم هادو ما كيكونش كيتسمى عندهم مرض ليبيليبسي وغياخذوا الدواء حياتهم كلها لا فقط داك السبب اللي تدبروا في لاكسيد خصو يتفاداه. دكتورة شنو هما بعض الإسعافات الأولية اللي نقدروا نعطيوهم للناس اللي كيتصابوا بهذا المرض؟ أييه مهم جدا. ألوغ أول حاجة خصنا ناخذ الهدوء ديالنا لأن كما قلت لكم لا كريز كغون مال كتير الانتباه بزاف وكتخلع بزاف. وحنا في الثقافة الشعبية ديالنا دير له السوارت في يدو عطيه الحليب عطيه هذا لا ناخذ الهدوء ديالنا دونك ما نحاولوش نوقفوا الحركات اللي كيدير لأن راه غيديرهم بلا ما هذا اللي نقدروا نديروا أننا نحميوه راسو لأنه ياكل شي دقة كبيرة في الراس. نقبطوه له شوية وخصوصا ما نعطيوه حتى شي حاجه يشربها ولا ياكلها ولا يشرب الحليب ولا الماء ولا شي حاجه حيت ديك اللحظه هو فقد الوعي ويقدر يدير لنا انفوس غوطي يقدر داك الحليب يدوز له للريه ديالو ويكون اختناقات تجيب الحياه ديالو اكزاكتومون. دونك كنخليوها كدوز اللي مهم انها تكون قل من 5 دقائق غالبا كتبقى غير 3 دقائق. إذا بقات أكثر من 5 دقائق خصنا نهزوه بشكل مستعجل للسبيطار لنقصوا عناية مركزة ديك الساعة كيدخلوا في سكونابيل ليتا دمال إبيليبتيك اللي كيقدر يؤدي بالحياة للمرضى. إذا بقات أكثر من 5 دقائق ولا تكررت أكثر من وحدة يعني وحدة مرة وحدة مرة وحدة مرة وحدة أو إذا دار أن كوما طويل ما يعني ما فاقش يعني دات 3 دقائق وماشي ناض صافي بحال شيء أنم يكون عيان شوية مي بسون بلوس. إذا بقى الكوما بشكل طويل كيتسمى لي طالما إبيليبتيك وهنا كيخصهم يتأنجيزو في واحد لو سونتر ديال لاغيانيماسيون يعني عناية مركزة. طيب دكتورة مشكور واش يعني المريضة الصرع واش ممكن يعيش حياته عادي يتزوج يدير وليدات ما كاين مشاكل؟ مرضى الصرع كيعيشوا حياة طبيعية وحنا هذا هو الشرط اللي عندنا أنهم يعيشوا حياة طبيعية. دايوغ فاش كنعطيوهم الدواء الهدف الأساسي ديالنا ودايوغ كنتوصلوا له في 95% ديال الحالات أنهم ما يعاودوش يديروا لاكسيد بالدواء. أدوية كاينة ممتازة اللي كتوقف الصرع تماما. عندنا كومان بعض الاحتياطات اللي كنطلبوا منهم يديروا مثلا التلفازه او لي زيكرون ما يكثروش منهم بزاف حيت الاشعه ديال الضوء كتقدر تزيد لا كري. وهذا الشيء هذا بدينا كنتراجعوا عليه ديغنييغمون ما بقيناش كنطلبوا لهم سيستيماتيكون باش ما نبدلهمش لا كاليتي ديال حياتهم. نعم دونك شنو كنديروا حنا فاش كنديروا الشبكه كنجيبوا ان سكوبوسكوب اللي كنديروا بحال واحد الومضات ضوئيه قبل في المريض وكنلاحظوا واش هو هذه الحاله ديالو كتزاد الضوء ولا لا. اذا جاتنا بان في الشبكه واخا كنديروا له داك الضوء ما كيتزادوش بارتيكوليغمون لي كريز في الشبكه ما كنطلبوش منه يدير هاد الاحتياطات لهاد الدرجه. ولكن اذا كان هو من النوع اللي فوتو سونسيبل يعني فوق ماشي عرفتي داك لو سكوبوسكوب كتبدا لا كريز كتكثر كنقولوا له اودي ما تكثرش من التلفازه ما تكثرش من لي زيكرون. نعم السباحه ممنوعه تماما.
زعما ممنوعه تماما عند الناس اللي عندهم مرض الصرع. وهنا كان زعما فريمون اون اريست ما كنقدروش نوصلوا هذا الميساج للي مالاد. الاشتغال بالاماكن العاليه ما يخدموش في البني، ما يخدموش في تقباس، ما يخدموش في اي حاجه خصو يتلقيها، حيت لا كريز راها كتبقى كوميم واخا كنحكموها حتى نعياو. يقدر يدير بنت في واحد النهار الى سهر الى طو الى ما نعش مزيان يقدر يديرها، ويقدر داك لا كريز تأدي بالحياه ديالو هكا غراتويتمون الا كان شي مكان عالي ولا كان كيعوم. كذلك الابتعاد عن مصادر العافيه، ما نبغيوش يطيح في العافيه ولا هذا. والنوم، النوم لساعات كافيه ضيق في رمضان انت معروفه معروفه ان في رمضان تيكون شويه ديال السهر عند لي فامي المغربيه. دونك حنا في رمضان عندنا كل نهار عندنا 10 15 ايبيليبتيك متبع تيجي باش واحد لا كريز او ثاني رجعت. اسمح لي انا خصنا ايفيتيو، خصنا ايفيتيوها تقمة طلعت السخانه كنعطيو للمريض داك الدواء ديال السخانه يهبطها، او شي ميكروب عادي كيت انفيكسيون شي ميكروب شي بليطه خاصنا نداويوها بشكل مستعجل حيت حتى هي كطلع لنا العدد ديال ليكريز. وبيان سور تناول الدواء بشكل منظم. الى احترم هذا الشيء المريض اغلبيه الحالات 95% تعيشوا حياه طبيعيه 100%. والحياه الطبيعيه يعني كيعيشها بادويه مزمنه دكتوره مشكور؟ ادويه مزمنه في هذه الحالات اللي ايديوباتيك كاينين دابا الحمد لله اوب ابخي دو زون من بعد عامين ديال المريض ما دار حتى شي كريم. كاينين بزاف ديال ليزيكول عالميين دو ميديسين اللي ولاو كيقول لك اودي من بعد عامين نديروا شبكه ولا لقيناها نقيقيه كنديرها شي كريم كنبداو كنقصوا من الضوء بشويه والكميات فوالا حتى كنوصلوا اننا كنقطعوا في بعض الحالات. كاينين الحالات اللي ما عندناش الحق نقطعوا فيهم بحال اللي عنده شي ندبه في الدماغ عايشه معاه في الرويسو عايشه معاه دائما، ولا الحالات اللي عندهم القفزات الحاله ديال القفزه كتسمى ليبيليبسي ميوكلونيك جيفينيل بالضبط ما كيمكنش نقطعوا الدواء واخا يدير 50 عام قطعتي الدواء كيعاود يطيح. مي اون توكا فوالا اغلبيه الحالات كنقدروا نقطعوه، ويمكن نقول انه مرض مزمن بحال السكر بحال التونسيون يعني ما كاينش شي حاجه شي عائق كبير اننا ناخذ الدواء مده طويله. طيب مده طويله تقدر توصل الحياه كامله. طيب دكتوره ناخذ واحد الوقفه اعلانيه وراجع لك. دكتوره مريم مشكور المختصه في علاج امراض الجهاز العصبي. مرض هو خلل ياك دكتوره مشكور؟ هو مجموعه امراض. طيب بزاف الامراض اللي كيقدروا يعطيونا هذا الصرع، داكشي علاش كنهضروا على الخلل في القشره الدماغيه اللي هضرنا عليها. طيب دونك باش نحضروا على مرض الصرع خص يكون تكرر ديال ليكري. نصائح عامه ومفيدة للمحيط أولا، للأسرة أو للأسرة أولا ثم المحيط وللمريضة دكتورة مريم. نعم نعم خصنا نعطيو لا ستيغماتيزاسيون يعني ذاك النظرة الدنيا للمرضى ديال الصرع بحال راه شي حاجة بحال أن ديمونش الشيطان. كاين بزاف كنسمعوا شي حوايج كاينين كاع الناس اللي كيقول لك أنا ذاك الولد كيدير شي حوايج غريبة كنسد عليه مرض عادي مسوس ولا يعني هذا ما يشاع. نعم هذا هو ما يشاع دو ولكن كما قلت لك هادشي راه في الحضارات كلهم عبر التاريخ. نعم. من اول مره من اول مره تهضر على مرض الصرع فاش هضر عليه غاستو هذه واحد 300 عام غادي قلنا بان قال لك سيتي المرادي اللي كتعطي ان بريجوجي سوسيال زعما فريمون المجتمع ما كيتقبلهاش ولا كيعتبروها احسن الحالات كيعتبروها مرض نفسي وهي لا تموت الامراض النفسيه بصله. مرض عادي عنده علاقه بالقشره الدماغيه تري فريكون دايوغ موجود بكثره والعلاج ديالو موجود وكيتعايشوا معاه بشكل طبيعي والادويه غادي واحد التسارع واحد التزايد عبر التطور يعني وتطور مهم جدا دكتور كبير جدا. الوغ اللي نقدروا نهضروا شويه عليه هو المراه الحامل. هاد العيالات فاش كيبغيو يكونوا حامل من الاحسن انهم يشوفوا الطول ديالهم ديال الجهاز العصبي حيت سي ان بروجي الحامل ديال المراه اللي ايبيليبتيك سي ان بروجي اللي كيديروا مشروع كيديروا تدارس يعني بدراسه تماما فوالا طبيب الجهاز العصبي والسيده اللي مريضه. نعم. تجي تتقدم تتقول لك اودي انا راني بغيت نحمل دونك خصنا نوقفوا واحد النوع ديال الادويه كنحطوا واحد الفيتامينات كيحميو الاطفال من تشوهات جنينيه من بعد ما كيتم الحمل كنتبعوا واحد النوع خاص الادويه لان الحق نعطيهم حتى كيولدوا ومن كيولدوا تنعاود واللي بغينا نركز عليه اكثر ان هاد المواد اللي كنعطيو لي زونتيبيليتيك الادويه ديال الصرع حتى شي واحد فيهم ما كيمنع المراه من انها ترضع حيت هذه الفكره هذه شائعه. نعم. وكتلقاي الام كتحرم البيبي ديالها من ذاك الحليب ديالها اللي هو عنده قيمه كبيره. لا الابحاث كلها بينت بان من حقها ترضع وبان الطفل كيستافد 100 مره اكثر من شي حاجه اللي فريمون ما كايناش هذا الضرر اللي عندهم لي زونتيبيليبتيك ما عندهمش. طيب مشكوره دكتوره مريم، نتلاقاو غدا في نفس الوقت بحول الله. ونبغيو نذكروا مستمعينا انه غدا غادي نتكلموا على مرض الباركنسون وكذلك مرض زهايمر. شكرا شكرا دكتور، الى اللقاء.